وأخيرا بعد مخاض عسير اختتم المجلس النيابي جلسة التصويت على موازنة 2019 التي أقرت في الشهر السابع، موازنة اختلط حابلها بنابلها، فاعتبرها بعض النواب أفضل ما يمكن تقديمه، وانتقدها آخرون لتجاهل الحكومة أبوابا كان بإمكانها المساهمة بسد العجز كملف المعابر غير الشرعية والتهرب الجمركي. بتبلشي بالمعاشات وبالتقاعد للموظفين، هو اللي خدموا البلد، ولما تركوا على هالاساس، ما فيك تغير رايك بنص يعني بعد ما يكونوا تركوا. الموازنه اليوم فيها كثير امور بالعكس بتخفف على المواطن، وكل ما يقال والتهويل اللي عم بينقال انه عم بيطال الشعب هيدا غير مقبول. مخاض الداخل واكبه حراك الشارع، فانتفض العسكريون المتقاعدون على الموازنة محاولين اقتحام أبواب المجلس عبر تخطي الأسلاك الحديدية واشتباكهم مع القوى الأمنية، ليرضخوا مرغمين في النهاية على تسوية راعت النسبة التي فرضت على رواتبهم. لا تفرض ضريبة دخل على راتب تقاعد مهما كانت حجمها، عم بيقولوا 1.5 و2.5، نحن حتى هيدي ضده. هلا التسويه اللي وصلوا لها مع النواب الضباط هي تسويه بالشكل مقبوله، بس نحن بعدنا رافضين. وسط الفوضى الامنيه اكمل فيليب وماري يومهما السياحي قادمين من فرنسا، حالهم حال عشرات السياح الذين فوجئوا بتحركات وسط بيروت. لا نشعر بالخوف ولكننا لا نفهم ماذا يحدث. هناك عدد كبير من القوى الأمنية نسبة لعدد المتظاهرين، وأجد هذا غريبا بعض الشيء. ومع إقرار الموازنة ينتظر اللبنانيون عودة حكومتهم للاجتماع في خضم التحديات الاقتصادية. وسط أصوات ارتفعت في الشارع اعتراضا على الموازنة وجلسات نيابية لم تخلو من حدة النقاش، طويت صفحة الموازنة على أن تقترن بنودها بالأفعال خلال ما تبقى من العام. من بيروت، غنوة ياتين، العربية.